السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في قناتي، قناة أحلى الأكلات. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض كب كيك بالشوكولاتة من غير قوالب كب كيك ومن غير كمان فرن. عندي هنا هو الخلاط يا جماعة، هنزل بالمواد السائلة في الأول. عندي حوالي كوباية إلا ربع من اللبن، بحط عليهم كوباية إلا ربع من السكر، وحط عليهم كوباية إلا ربع من الزيت. يفضل يا جماعة الزيت بتاعي يبقى زيت نباتي خفيف عشان طعم الكيكة يبقى كويس، ما يتغيرش معايا طعم الزيت. بنزل عليهم بكمان بثلاث معالق كاكاو خام مش محلى، كيك الكاكاو بتاع الحلويات، او نص كوباية لو انت عايزة تعيري بالمعلقة براحتك. لو انت عايزة تعيري بالكوباية بتدي نص كوباية. نضربهم في الخلاط يا جماعة، ضربناهم اهو مع بعض في الخلاط، شايفين القوام اللي احنا وحصلنا عليه؟ صوص جميل جدا. بناخد حوالي 3/4 من المج كده اهوت من الخليط اللي احنا عملناه بالشكل ده، حوالي 3/4 كده اهوت كفاية جدا، وبنركنه على جنب مش هنستخدمه دلوقتي. بنحط على الخليط بتاعنا، بننزل عليه بيضتين، حط عليه معلقة فانيليا، لو عندك فانيليا سائلة بتحطي، لو ما عندكيش بتحطي بودر عادي. بننزل بالفانيليا بتاعتنا كده اهو، ونضرب الخليط بتاعنا في الخلاط. ضربنا الخليط بتاعنا اهو في الخلاط زي ما احنا شايفين، بننزل كده اهو بالخليط بتاعنا في بولة، وبنحاول ننزل كل المقدار، لان الحلويات يا جماعة دايما نراعي الدقة في المقدار بتاعها عشان تطلع معانا المكونات والمقادير بتاعتنا مظبوطة. ننزل كده اهوت بكل الكمية اللي عندنا الشكل اللي احنا شايفينه ده، نتأكد ان احنا نزلنا كل الكمية. خلصنا كده اهوت كل الكمية اللي عندنا بالشكل اللي احنا شايفينه، بننزل عليهم بكوباية من الدقيق. طبعا كوباية الدقيق منخولة اكتر من مرة، دايما من شروط نجاح الكيكة ان انا انخل الدقيق اكتر من مرة عشان تطلع الكيكة بتاعتي او الكب كيك او اي حلويات عندي تبقى هشة وخفيفة. بنزل على الدقيق بمعلقة صغيرة من البيكنج باودر، وحط عليهم كمان رشة ملح، لازم دايما احط رشة الملح يا جماعة، واكتر حاجة مع الكيكات اللي هي بالشوكولاتة بتعزز معايا النكهة بتاعت الشوكولاتة وبتعادل الطعم. بقلب الخليط بتاعي كده هوت كويس جدا لحد المكونات بتاعتي ما تختلط مع بعض اهو كده، بنقلب، عايزين القوام بتاعنا يبقى خفيف مش قوام تقيل اهو زي ما احنا شايفين كده اهوت، ونقلب كويس لحد الدقيق بتاعنا ما يختلط مع البيض والخليط بتاعنا. بنقلب كده اهوت، لو لقيت ان الخليط بتاعك تقيل شوية ممكن نخففه بلبن، او ممكن تخففيه بمية، انا هحط هنا عليه شوية مية وهقلب معايا الخليط من تاني لحد كل المكونات بتاعتي ما تمتزج مع بعض. بنقلب بالشكل اللي احنا شايفينه ده، لازم كل المكونات تتجانس وتختلط كويس جدا مع بعضها والقوام بتاعنا يبقى خفيف اهو. نلف البولة بالشكل دوت ونقلب، قلبنا شايفين القوام اللي احنا عايزين نوصله، شايفين قد ايه خفيف وجميل جدا وممتزج جدا مع بعض، مفهوش اي كلاكيع من الدقيق، وتأكدت ان الدقيق كويس امتزج كويس جدا مع الخليط بتاعي. هنبدأ نصب الخليط بتاعنا في المجات، عند اهو المج يا جماعة عاملاه دهناه بالزيت، هو مش ضروري بس زيادة تأكيد، يعني هو ما بيلزقش معايا الخليط ولا اي حاجة، بس هو زيادة تأكيد.
ببدأ أعبي المجات بتاعتي بالشكل دوت. ما بعبيش طبعا المج الأخره، بنعبيه حوالي 3/4 المج، لأن طبعا لازم دايما بنعمل حساب الزيادة لأن الكيك بتاعنا بيزيد كده. هوت الكمية المناسبة حوالي 3/4 المج. طبعا هنتخلص من الزيادات وهنمسح الوش كويس عشان الجوانب بتاعتنا متتحرقش معانا. هنعبي كمان اهو المج التاني، بننزل كده هوت فيه بالشكل اللي احنا شايفينه ده. كب كيك يا جماعة هش جدا وهيعجبنا جدا ان شاء الله، وهيوفر علينا قصة الفرن، بتظبط الكيك معانا او ما بتظبطش الكيك، وسهل جدا كده هو. هعبي كل كميات اللي عندي، مجات اللي عندي عبيت كل كميات الكيكة اللي عندي والمجات بتاعتي اهو زي ما احنا شايفينها بالشكل دوت. جبت حلة وهبدأ ارص فيها المجات بتاعتي اللي انا عبيتها كده هو. نحط المجات بتاعتنا كلها، عملت معايا حوالي 6 مجات، وكمان عملت معايا مج صغير اهو هنشوفه الشكل ده كده. حطيت المجات بتاعتي يا جماعة في الحلة، بنبدأ ننزل عليها بمية سخنة، نشيل واحد بس كده هو عشان نعرف نصب المية بتاعتنا، وننزل عليها بمية سخنة او مية مغلية. معلش يا جماعة الكاميرا بس مع البخار بتاع المية السخنة، بننزل كده هوت بالمية السخنة. انا عايزة مقدار المية السخنة في الحلة يعني يدوب يغطي حوالي ربع المج من تحت كده هوت، ما يوصلش لنصه. نحط كده هوت المية بتاعتنا لحد ما نوصل للمقدار اللي احنا عايزينه، ما نوصلش لنصه يا جماعة. حطينا كده هوت المية السخنة وحطينا المج الأخير معانا. هنجيب كده هوت فوطة تبقى نظيفة، نحطها على الحلة بتاعتنا، نغطي بيها الحلة وننزل عليها بالغطا بتاع الحلة كده هوت، ونلمها كويس جدا عشان ما تتحرقش معانا على النار بالشكل اللي احنا شايفينه ده. وهنبدأ نحطها على النار، على نار هادية لمدة نص ساعة. حطيناها على النار لمدة نص ساعة. شايفين الكب كيك بتاعنا جميل جدا، شكله جميل جدا، شكله تحفة. عيلي معايا شايفين عيلي قد ايه، وقد ايه هو طري، وقد ايه سفنجي واضح اهو طبعا في الصورة. استنيته طبعا يبرد عشان اعرف اخرجه من الحلة، لان بتبقى المجة سخنة جدا. باخد الصوص بتاعي اللي انا كنت نقصته، وببدأ انزل على وش الكب كيك بتاعي بالشكل اللي احنا شايفينه دوت. الصوص دوت جميل جدا، طعمه جميل جدا، واقتصادي جدا جدا، وبيدي شكل جميل ولمعة جميلة جدا للكب كيك بتاعنا. هنبدأ ننزل كده هوت بالصوص على كل قوالب الكب كيك بتاعتنا. المقدار يا جماعة اللي احنا عملناه زي ما احنا شايفين، عمل معانا 6 مجات ومج صغير، بس انا المجات اللي انا كنت مستخدماها مجات تعتبر صغيرة شوية، مش المجات الكبيرة. يعني انت لو عاملة مجات كبيرة ممكن يعمل معاكي 5 مجات او 6 مجات. طبعا دوت الحجم اللي يناسبك بتختاريه براحتك انت، لو انت عايزة تعملي كبير براحتك، عايزة تعملي صغير. الفكرة دي يا جماعة برضو ينفع نطبقها مع قوالب الكب كيك، مش لازم مع مج، ينفع نقدمها ونطبقها مع قوالب الكب كيك عادي. ممكن كمان نعمل بيها كيك ان شاء الله، هنبقى نعمله مع بعض كده هوت. بغطي كل الكب كيك بتاعنا بالصوص اللي احنا شايفينه، بالصوص الجميل ده، شايفين اللمعة بتاعته ممتازة وطعمه جميل جدا، وبيظبط كمان من اول مرة اهو، جميل جدا. كيكات الشوكولاتة يا جماعة بشكل عام بتحب الزيت، ما بتفضلش ان هي تتعمل بسمنة او تتعمل بزبدة، دايما كيكات الشوكولاتة تفضل ان هي تتعمل بالزيت. طبعا لازم يبقى الزيت من نوعية كويسة جدا ونوعية نظيفة،
غطيت اهوت الكب كيك بتاعي كله بالصوص بتاع الشوكولاته، وبننزل كمان بهو بشويه كده اهوت من الصوص على الطبق بتاعنا، بنجمل بيه الطبق بالشكل اللي احنا شايفينه دوت. طبعا التقديم والتزيين دوت بيرجع لك وبيرجع لذوقك الشخصي، كل واحد طبعا على ذوقه على حسب ما هو بيحب ايه او بيفضل ايه. شايفين اهو الشكل دوت، شكله جميل جدا طبعا زي ما احنا شايفين. بنبدأ نجمل وشه كمان عندي شوكولاتة مبشورة، ميكس من الشوكولاتة البيضاء والشوكولاتة البني زي ما احنا شايفين، نرش كده هو على الوش. ممكن كمان نرش على الوش جوز هند، لو انت عندك جوز هند ممكن ترشي فارماسيل، ممكن تحطي حلويات من اللي هي بتبقى متشكلة، ممكن تحطي كريز. طبعا التزويق والتزيين دوت بيبقى حسب ذوقك وحسب الحاجات المتوفرة عندك. انا هوت مزينة شكل الكب كيك بتاعي بالشوكولاتة المبشورة وبجوز الهند، شكله جميل جدا اهو زي ما احنا شايفين، شكله جميل جدا اهو كده شايفين شكله، وطعمه كمان تحفة. طريقته سهلة جدا، بتوفر علينا تعب الفرن وتوفر علينا ان احنا فرننا تظبط معانا او ما تظبطش اهو زي ما احنا شايفين كده اهوت، ولا اي غلبة فيه. وده شكل الكب كيك النهائي بتاعنا، اتمنى ان انتوا تجربوا الوصفة بتاعتي. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي اشتراك في القناة، اعملوا لي لايك وشير، والى اللقاء في فيديوهات تانية ان شاء الله.